السلام عليكم عمي المختار، نتمنى تكون بخير ان شاء الله الرحمن الرحيم. عمي المختار، عندي واحد جوج الحالات في هذه السيارة دي، بغيت نستفسرك عليهم. الحالة الاولى هو كما كتشوف معايا انا في الطابلو، انا الان غادي بسرعة ديال 120 تقريبا، وكما كتشوف هاد الار بي ام اللي كيعطينا عدد الدوران ديال المحرك كيتجاوز عندي 30، يعني 30 فوا 100 هي 30,000 دوره في الثانيه. واش هاد الحاله عاديه بالنسبه لهاد السياره اللي هي من نوع فولكس فاجن جول 2005، ماشي جولف، جول 2005. هاد الاصدار راه كنظن انه توقف 2005 تقريبا، كانت هذه اخر اصدار جول والجول بلس. وعندي مشكل اخر ديال الزيت، لان هاد السيارة يلا اقتنيتها، عندي مشكل اخر، لقيتها كتاكل الزيت، ولكن ملي كنهبط الجاج كنشم الدخان ديال الزيت، كنشم الريحة ديال الدخان ديال الزيت، هذا الا هبط الجاج. وانا السي المختار عندي شك في جوج د الحوايج، عندي شك في البلاصة ديال القتيب، بلاصة القتيب ديال لاجوج اللي كنقيسو به الزيت اللي كيعطينا القياس ديال الزيت، والبوشون اللي كيسد الكارتير فين كنزيدو الزيت، فين كنكبو الزيت ديال الفيدونج. لا، ماشي البوشون اللي كاين لتحت، اللي فوق اللي كنزيدو الزيت الى عندنا الزيت ناقصه. معنا بما انه عندي نقص في الزيت، كيوصل بعض الخطرات الى نسيتو كيوصل حتى لواحد لتر اللي كينقص عندي، كنضطر نكب واحد لتر، لان بهاديك الريحه ديال الدخان كنظن وقيلا كتفيمي من شي بلاصه، كتفيمي من لاجوج ولا كتفيمي من هذاك القتيب بها باش كينقص عندي الزيت، والله اعلم. لان كما قلت لك ملي كنهبط الجاج كنشم الريحه ديال الزيت ديال الدخان، كنشم ريحه الدخان ديال الزيت، ما هوش ديال الشاك من النور ولا ديال شي حاجه. صوت المحرك هو السيارة كانت باردة، دابا كما كتشوف انا ما كتفيمي ما والو، ما كتلوحش الزيت كاع. ما عندي الشك ان هذا يقدر هو اللي كيكون تكون هاد الجوان هذه اللي كاينه هنا، هاد الجوان تكون يعني ماتت، كتقاقط اللي تكون هي اللي كتطلع الدخان، اولا بلاصه هاد لاجوج هادي، لانه بلاصه لاجوج كانت مهرسه، هي غير مبريكوليا، بريكوليا بدوريتا، هادي سي تان دوريت مقفوله بخاتم من هنا. المهم صوت المحرك هو هذا كما كتشوف، كان التحت ديال هادي وفيها مشكل نتاع نقص الزيت، ومولاها ماهوش فايق باللي فما دخان لازم يكون موجود، خاطر برشا ناس يسالوني يقول لي راه كرامتي ما تدخنش وتاكل في الزيت، المهم مشى الزيت، لا اذا كان فما ماكل زيت راه فما دخان، ما فماش لابد منه. يتحرق يتحرق يولي دخان، لكن ما هو كرد يجري الانسان ما يفيقش في الزيت، ما يفيقش في الدخان، كما انت تو قلت لي انا مش فايق بيه. اما باش نوريكم كيفاش تعرف اللي فما دخان ويخرج لك وعلى خاطر هكا ياكل الزيت، تو باش نعمل حركه معينه تشوفوها. باش نثبت في ماكلة الزيت لازم يكون الموتور سخون 90 درجة اللي هو نتاعو العادية. بربي هذوما وين تراهم؟ هذوما لا، هذوما باللمبوبة. وحتى الماء كل شيء باللمبوبة، كل شيء باللمبوبة هذا. ماخدموش بالكونتور. تو هنا ننزل على الموتور هذايا حتى 300 تور 400 تور 400 تور ونشوف من تالي. هكاك نخليها 30 ثانية. هاو تو مولا الكهرباء هو بيدو باش يكسري ونصور لكم من تالي شنو اللي فهم. دوب على شاد مثلا 3000 يورو. شفتوهم؟ هذا الدخان اللي خرج، هذا الدخان اللي هو اللي يقول لك انا كرامتي ما تدخلش، كي تشدها هكا تدخن وهي سخونه، شفتوهم؟
هذاك سيلير يا فون. اقعد شاد اقعد شاد مثلان مثلان ها شفتوهم؟ هذا الدخان اللي خرج شوف هذا الدخان اللي هو اللي يقول لك انا كهربتي ما تدخنش كي تشدها هكا تدخن وهي سخونه شفتوهم؟ هذاك المشكله اللي هو من ما كنت نزيد. ان شاء الله معكم على الكلمه والسلام عليكم ورحمه الله.